والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصرة وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة يا لوعة النفسي عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المرة يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان يشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلا تنأتي بمأس لأهل الخلاء ونشف الصدور مسجد قبة الصخرة بنى قبة الصخرة المباركة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 65 هجرية حيث بدأ العمل في بنائها سنة 66 هجرية وتم الفراغ منها سنة 72 هجرية وقد أشرف على بنائها المهندسان العربيان رجاء بن حيوة وهو من بيسان فلسطين ويزيد بن سلام مولى عبد الملك بن مروان وهو من القدس وتعد قبة الصخرة من الناحية المعمارية أقدم أثر إسلامي باق المسجد القبلي وهو المصلى الرئيسي الذي يقف فيه الخطيب في صلاة الجمعة أي المسجد الجامع ولا يزال المصلى الرئيسي للرجال داخل المسجد الأقصى ويوجد فيه المحراب والمنبر الرئيسيان جامع المغاربة يقع جامع المغاربة في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى المبارك جنوب حائط البراق المصلى المرواني بني في العهد الأموي ويتكون المصلى من 16 رواقا مسقوفة و100 عمود حجري يقع المصلى على مساحة 4 دونامات ونصف أسفل الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى ويتسع ل4000 مصلٍ حائط البراق هو الجدار الغربي للمسجد الأقصى بالقدس أخذ تسميته من ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته ليلة الإسراء والمعراج به ويعتبر الحائط جزءا من سور المسجد ويجاوره مباشرة بابه المسمى باب المغاربة وهكذا يتبين لنا أن المسجد الأقصى هو كل ما حواه السور من المساجد والساحات والمعالم الأثرية والإسلامية كما هو محدد باللون الأصفر ويطلق عليه المسجد الأقصى ويقع في البلدة القديمة وتبلغ مساحته 144 ألف متر مربع يوجد أكثر من 200 معلم تاريخي داخل أسوار المسجد الأقصى و25 بئرا من المياه العذبة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس فاللهم طهر الأقصى من دنس اليهود وانصر إخواننا المرابطين في أرض المقدس.